بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة السلام على أشرف المرسلين. الآن ننتقل إلى الإنتاج الشفوي. أول صورة لنا، لاحظ الصورة، صورة هاتي، ماذا تلاحظون؟ ما اسم هذه الظاهرة؟ هذه الظاهرة ما اسمها؟ ما اسم الظاهرة؟ جفاف. ما اسمها؟ جفاف. ممتاز يا جواد، اسمها الجفاف. ما سببها؟ ما سببها هنا؟ ما سبب ظاهرة الجفاف؟ عدم وجود أميرة؟ الماء. عدم وجود الماء أو عدم توفر الماء. عدم توفر الماء ينتج عنه الجفاف. الجفاف. الصورة الثانية، ماذا تلاحظون؟ تسرب مياه، ماذا؟ ما اسم هذه مياه؟ الملوثة. المياه الملوثة أو المياه القذرة. ما هي الأسباب التي تسببها هذه المياه؟ المياه القذرة. أعد. تلوث الماء النقي. أحسنت، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. تلوث الماء النقي. الصورة الثالثة، الصورة الثالثة، اذكروا بعض فوائد الماء. بعض فوائد الماء. نعم يا مجد. ممتاز. تجنب الموت، لأن بدون ماء، عدم توفر الماء لا توجد حياة. أيضا تنظم حرارة جسم الإنسان. أحسنت، بارك الله فيك. أيضا يستعمل في الغسل، سواء غسل الاستحمام، غسل الأواني، غسل الملابس وغيرها. أحسنت. يستعمل مثل ما قال زميلكم للشرب. بدون ماء لا توجد حياة. نعم، غرس سقي النباتات والمزروعات. وأيضا مصداقا لقوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حيا. شكرا لكم، بوركتم، جزاكم الله خيرا.